السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ راه كنقول السلام عليكم للتلاميذ التلميذات ديالي، والسلام عليكم المتتبعات وحتى الجداد، مرحبا بهم. واللي بغى يتبع الفيديو حتى الاخر مرحبا به. ما تنسيش اختي تبركي على داك جيم وديري ابوني وتبارطاجي الفيديو، لان فيه حويجات مهمه وكتهمك انت كسيده. اول حاجه البنات، كنديروا واحد الماساج اللي عندنا حنا، كنديروه من مورا المانيكير. سمحي لي، اول حاجه البنات هي اننا كنحاولوا نوزعوا الكريم اللي غنخدموا به الماساج. اي كريم البنات عندكم ديال الماساج، خاص باليدين ولا بالرجلين، ما عندناش مشكل. هاد الماساج شنو الدور ديالو البنات؟ شنو الدور ديالو مادموزيل؟ استرخاء. يعني كيعطينا عملية استرخاء. جيد. دابا غتبعوا معايا الحركات باش تعقلوا عليهم. اول حركة كنديروها هي اننا نخدموا هاد لابارتي دورسال، هاد الجليدة هادي غنخدموها. دابا حنا شنو درنا؟ درنا النيتواياج ولا السوان؟ نيتواياج. نيتواياج، برافو. نيتواينا اليد، حيت حنا تنقولوا ليستيتيسيان الدور ديالها شنو هو؟ هو انها كتنيتواي لابو. كنديروا هاد الحركه هذه. علاش كنديروا هكا البنات؟ كنوركوا على الكود باش عمليه الاسترخاء كتكون شامله، وكنديروا هاد الفيبراسيون باش هاد ملي كنديروا هاد الفيبراسيون يعني هاد البلايصه هادي كترخى، وحتى السيده كتحس احساس مزيان. وملي تبغيو ديروا الماساج ما تحاولوش تكثروا الكريم، لان كتبقى يديكم تقليسي، السيده ما كتحس بحتى شي حاجه. برافو. دابا كنقلبوا للسيده يديها هنا، بحال اللي كنقول لكم دائما ديكونسي انكم تبركوا هنا. علاش البنات؟ لاحظوا كنجيبوا شي حاجه، حيت حنا كنقراو واحد الجزيء من الطب. عندنا بحال اللي قلت لكم البنات، ملي كنخدموا هاد لابارتي ضروري كنوقفوا للسيده يديها على هاد الكوسان اللي عندنا على الكود ديالها، اولا ما قدراتش تلقي نفسك معايا كتوقفي كديري لها يديها هكا، ولكن هكا كتجي الخدمه احسن. بالنسبه للبنات هنايا كنقول لكم دائما ديكونسي تخدموا من هنا، يعني توركوا حتى عندنا هاد العريقه الدمويه، تقدري الله يستر دير ليها توركي تجيها شي انفلاماسيون ولا شي عار. دونك فين لو ديباغ تلقي نفسك مادموزيل، لو ديباغ غيبدا لينا من هنا. كنديروا لو فا اي لو فيان، وراحت اليد كتحسي بها بواحد العمليه ديال الاسترخاء عجيبه. كنجيو كندورو مع هاد الجناب هكا، حتى كنجيو لداخل ديال راحه اليد، يعني الكرو ديال لاما هكا، وكنبقاو نخدمو هاد الحركه دائري. من بعد كنجيو نخدمو هاد لي زورتي، يعني ما بين الاصابع هادو هكا. من بعد كنطلعو مع لابولب ديال لي دوا هكا وهكا. من بعد كنجمعوا هكا الصبع بحال كنديروا هاد الفيبراسيون بحال هكا، وكنهبطوا للسيده يديها باش غادي نجيو نخدموا هاد الحركه هذه، كتسمى موفمون دي غو. انيسه نعساز ترخيت هكا، وكنرجعوا. ملي كنرجعوا البنات عندنا الحق اننا نخدموا من هنا، ولكن يستحسن حيت هنا ديجا خدمنا ما فيه الكفايه كنخدموا هكا، تتسموها موفمون دي شا. وكنرجعوا وكنوليو نعاودوا هذه. واحد النقطه البنات بالنسبه لينا هنايا، عندنا الحق نخدموها ياك، ولكن انا اش كنقول لكم عليها؟ نتفاداو من الاحسن نتفاداوها. علاش؟ لان عندنا دوك العروقه هنايا كتقدي فاش تلوي تقدي تبركي ما تشعريش، تخلقي للسيده شي مشكل. دونك نتفاداوها، هي حركه جائزه في الماساج ماشي ما كايناش، ولكن حيت بحكم التجربه ديالنا خلقت مشاكل لشي نساء. دونك حنايا في الماساج هذه متنحيدها انايا، كنتفادا كنكتفي انني نخدم غير الفيبراسيون. من بعد فاش قلنا كنسالي وكنخدموا هذه، وكنجروا من الصبع، تلقي معايا يدك، كنجروا من الصبع الصغير الكبير يعني الماجور،
وكنبقى بحال اللي كنفض، يعني كندير هاد الفيبراسيون. السيده كتحس بعمليه الاسترخاء من لي زيبول. حسيتي بها؟ حسيت بها. يعني ملي كديري هكا السيده لي زيبول ديالها ها كتشدي بشويه، ماشي كتوركي. هاد الحركه مهمه السيده، داك ملي كتبقاي ديري هاد الدبدبات المغناطيسيه السيده كتحس بالاسترخاء. وبهكا كنكونوا سالينا، وملي كنساليو كنديروا ليها نمسحوا بالماء الصباغه ضروري، هذه ما تنساوهاش ونصبغوا ليها. باش كنقول لكم انا تخليو الصباغه حتى للاخر، حيت بارفوا الا مشينا حتى درنا الصباغه وعاد بدينا العمليه ديال المساج كتقدر تكون الصباغه مازال ما نشفاتش وكتخسر. دونك نخليو الصباغه اخر مرحله، نمسحوا الفران باش الصباغه هذا الصباغه تشد. نمسحوا الصباغه سواء بالالكول اولا بالماء الصباغه، ويستحسن بالماء الصباغه باش يحيد لنا لاش كيحيد لنا داك لاغريس ديال لاكريم. وكان ديك الساعه عاد كنديروا الصباغه اللي بغات. وبهذا نكونوا قد انهينا درس اليوم.